في روسيا تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بالاقتصاص من قتلة السياسي المعارض بوريس نيمتسوف ووصف جريمة قتله بالخسيسة والقذرة. وقد تظاهر نشطاء معارضون في موسكو مطالبين بالكشف عن الملابسات الحقيقية للحادث. نيمتسوف كان قد قتل بالرصاص على بعد خطوات من الكرملين في قلب موسكو، وقد رفضت الحكومة الروسية اتهامات من المعارضة لها بالضلوع في حادث قتله. هنا في بريطانيا دافعت وزيرة الداخلية تريزا ماي عن الطريقة التي تعاملت بها الاستخبارات البريطانية مع محمد موازي المتهم بقتل عدد من الرعايا الأجانب والمنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية. الوزير السابق في حكومة المحافظين ديفيد ديفيس اعتبر أسلوب تعامل جهاز المخابرات الداخلية البريطانية MI5 بأنه غير فعال. المزيد في هذا التقرير. الكشف عن هوية محمد الأموازي المنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول كيفية تعامل الاستخبارات البريطانية معه. ديفيد دايفرز أحد أبرز الشخصيات في حزب المحافظين قال إن علم الاستخبارات البريطانية بمحمد الأموازي وفشلها في منعه من الالتحاق بالتنظيم هو أسلوب يبعث على القلق. الوزير البريطاني السابق أشار إلى أن محمد صديق خان أحد منفذي تفجيرات لندن عام 2005 كان معروفا لدى المخابرات، وأيضا مايكل أديبولاجو الذي قتل الجندي البريطاني لريغبي عام 2013. وزيرة الداخلية رفضت الانتقادات الموجهة إلى الاستخبارات البريطانية. قد لا تعرفون العمل الذي يقومون به أو المخاطر التي يتعرضون لها، وقد لا تعرفون التهديدات التي أوقفوها. هؤلاء الأشخاص أبطال حقيقيون ويستحقون دعمنا واحترامنا. وزارة التربية قالت إنها ستسعى لمعرفة الكثير عن المدارس، خاصة تلك التي تعلم فيها محمد الأموازي بشمال لندن. الطفل الصغير الذي تحول إلى إرهابي هو أحدث شخص تنكر لبلده، لكنه ترك أسئلة كبيرة حول كيفية تأمينها. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سلسلة إجراءات جديدة لتقييد عدد الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في بلاده. وقال مادورو إنه اضطر لاعتماد هذه الإجراءات بسبب ما وصفه بالتدخل الأمريكي في الشأن الفنزويلي الداخلي. الإجراءات تشمل فرض نظام التأشيرة على المواطنين الأمريكيين الراغبين في زيارة فنزويلا، كما تشمل منع ساسة أمريكيين بعينهم من دخول البلاد، وفي مقدمتهم الرئيس السابق جورج دبليو بوش الابن ونائبه ديك تشيني. نهاية الموجز، ترقبوا المزيد على رأس الساعة. تحية وإلى اللقاء.